برنسز ايضا سالت تقول ما حكم قول لبيه او يا لب فلان مثلا؟ يا لا باس بهذا. هي. هذا اجابه نداء وهو من اقوى التلبيه. ما تكون التلبيه الشرعيه؟ ما المشكله؟ لا التلبيه الشركيه ليس هناك تلبيه. عفوا الشرعيه اقصد التلبيه مثل التلبيه. نعم. لبيك اللهم لبيك. هي. هنا لبى ونادى بالاسم لبيك اللهم لبيك، وهذه تلبية عبادية استجابة لأمر الله عز وجل، لكن ليس هناك ما يمنع من أن يجيب الإنسان من ناداه بلبيك، بل الصحابة كانوا يجيبون النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعاهم بهذا، كما جاء في حديث معاذ وغيره، فإنه أجاب النبي صلى الله عليه وسلم لبيك لبيك وسعديك.